على حروف منطقة رخوة في الحالة المصرية اللي هي تزييف الوعي. وتزييف الوعي تحدث دائما أو يحدث دائما أثناء الفترات الانتقالية أو الفترات الرخوة أو العصيبة أو الفترات اللي فيها تحول ما. وبالتالي في مثل هذه الأوقات ونحن ندخل على الانتخابات الرئاسية تزداد معدلات تزييف الوعي والأباطيل والشائعات. والحقيقي أن الدكتور شوقي علام أخذ على عاتقه منذ أن التقيت قبل سنوات دائما وأبدا يقف على ثغور هذا الوطن مدافعا وفي ظهر القيادة السياسية وفي ظهر جيش مصر العظيم وفي قلب الشعب المصري دائما وأبدا يتحدث دائما عما يسمى فقه المقاصد الوطنية. ومن المقاصد الوطنية الحقيقية أن تذهب إلى صندوق الانتخابات وأن تضع صوتك. لا نقول لك لمن، لكن مهم جدا أن تشارك، والمشاركة ضرورة مهمة جدا ومستوجبة، ده تأدية واجب وطني حقيقي. أهلا بك يا مولانا. أهلا وسهلا. الانتخابات وفقه المقاصد الوطنية، الانتخابات والذهاب للانتخابات والمشاركة والمشاركة الكثيفة وعدم التقاعس وعدم السماع للأباطيل والشائعات، كمان ألا نقع تحت طائلة ما يسمى تزييف الوعي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بالفعل في وقت الأزمات وفي وقت الشدائد وفي المنطقة الرخوة التي تفضلت سيادتك عليها بالكلام عنها، بنحتاج إلى مزيد من الوعي، نحتاج إلى مزيد من دفع كل الشائعات، دفع الضرر، كل الأخبار الواهية بالتثبت والوقوف على أرض صلبة، بحيث أننا نظهر نحن كمجتمع مصري بمظهر حضاري يدل على عمق التاريخ المصري وجدارة هذا الإنسان المصري بدوره في الحياة. بلا شك أن الانتخابات وهي سمة العصر الآن هي أصبحت أمر ضروري في أن يشارك فيه الكل، ولذلك نحن وصفنا المشاركة في الانتخابات بأنها من الواجبات الوطنية التي ينبغي على الإنسان أن يشارك فيها باعتبار أنه يشهد أمام ضميره وأمام ربه عز وجل شهادة حقيقية في أنه يختار. وهذا الاختيار معناه أن ينزل هذا الإنسان إلى